ومرحبا بكم في هذا الحفل البهيج الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف لتوزيع الجوائز على تلاميذ الفائزين في النسخة الرابعة من مسابقة ألوان القدس 2022-2023 تحت شعار القدس مدينة لكل الأديان، وذلك بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار مشاركة الوكالة في فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب. هذه المبادرة الثقافية والفنية الرائدة بالإضافة إلى كونها تسعى إلى إطلاق الإمكانات والمهارات الإبداعية لدى التلاميذ، فإنها تهدف أيضاً إلى رفع وتعزيز وعيهم بمكانة المدينة المقدسة ودرتها المسجد الأقصى المبارك، والعمل على نشر الوعي بأهمية المقدسات الدينية بالمدينة والحفاظ عليها كرمز للتعايش والسلام بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. أيها الحفل الكريم، دعونا نفتتح هذه الاحتفالية بروح من الفرح والاعتزاز بالأوطان، وإليكم النشيدين الوطنيين المغربي والفلسطيني بأصوات المجموعة الصوتية للمركز الجهوي للتفتح الفني لجهة الرباط سلا الحنيفرة.